يكتب ايه آية؟ والله عم بكتب كم يوم تنين أسود مر بتاريخ أسواق المال العالمية. يعني ايه الاثنين الأسود؟ شوف الفيديو لتعرف كيف. صباح الاثنين 5 أغسطس 2024 وصف أنه يوم بالغ القسوة على الأسواق بعد هبوط جماعي اكتست فيه أسواق المال اللون الأحمر وحصدت خسائر بالمليارات، وهالشي كان وراه عدة أسباب أبرزها مخاوف الركود في الولايات المتحدة، الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وزيادة أسعار الفائدة في اليابان، وطبعاً الجميع بانتظار تدخل البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة. طيب ليش يوم الاثنين تحديداً؟ وكم يوم اثنين أسود مر بتاريخ أسواق المال العالمية؟ يوم الاثنين هو بداية أسبوع التداول في الأسواق المالية، وهو اليوم اللي بيستجيب فيه السوق للأخبار والتطورات اللي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع وبيتأثر فيها سلباً أو إيجاباً. أما أبرز أيام الاثنين الأسود تاريخياً فهي يوم الاثنين الأسود 28 أكتوبر 1929 انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 13% ما أدى إلى بداية الكساد العظيم. الاثنين الأسود 19 أكتوبر 1987 انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 22.6% مما دفع إلى إدخال آليات إيقاف التداول. الاثنين الأسود 29 سبتمبر 2008 شهدت الأسواق هبوط حاد نتيجة الأزمة المالية العالمية. الاثنين الأسود 16 مارس 2020 انخفض مؤشر داو جونز بنحو 13% بسبب جائحة كورونا. برأيكم أي اثنين أسود كان الأقصى؟ وهل رح نشهد يوم اثنين أكثر سواداً؟